طيب دلوقتي بقى عايزين نطلع ال S curve ال actual، هنطلعه ازاي؟ او نحط ال actual على ال planned اللي احنا طلعناه قبل كده. زي ما اتعلمنا قبل كده هتروح تقف على ال activity usage spreadsheet، ماشي؟ بس من هنا بقى هتقول له، هتختار كمان، عايزين بس هنا نسيف ال layout دي، الكولوم اللي احنا ضفناه اللي هو بتاع ال baseline هنسيفه على ال layout يبقى موجود معانا على طول، ماشي؟ عشان ما تمام، حلو الكلام. تعال بقى هنا كده هات لي الرئيس من اول نوفمبر ده هنا بلاند والكم بلاند الاس كيرف بلاند. عايزين نجيب معانا كمان الاكشوال او الايرنت فاليو، هنقول له من التايم انترفال هات لي من الايرنت فاليو يا ريس، هات لي الايرنت فاليو كوست، ماشي؟ وهات لي من الكميوليتيف برضو من الايرنت فاليو، هات لي كميوليتيف ايرنت فاليو كوست، تقول له ابلاي اوكي، ماشي. هتروح من هنا لو خدت بالك هنا هتلاقي الايرنت فاليو، هتلاقي الايرنت فاليو عندك واقفة هنا لحد، كبر دي كده شوية، هتلاقي الايرنت فاليو هنا عندك واقفه لحد يناير بس مش موجوده، لان احنا ما عملناش ابديت، احنا عاملين ابديت على اخر، لو خدت بالك من هنا احنا عاملين ابديت لحد 1 يناير، ف الايرنت فاليو موجود عندك لحد يناير بس، فبراير مارس ما فيهمش ايرنت فاليو. حلو الكلام. فهتروح يا ريس من هنا تختار كده حد هنا، تختار دول معاك وهتقول له كنترول سي، وهتروح على نفس الفايل ده هنا مثلا تقول له كنترول في، ماشي؟ هتروح كده لحد السبريد شيت، فين السبريد شيت؟ هنا كده عند السبريد شيت، تشيل كل القيم دي تمام، وهتاخد معاك هنا الـ earned value cost والـ come earned value. حلو الكلام. طيب لو لاحظت هنا عندك هتلاقي الـ come earned value ثابتة للباقيين هنا للآخر، لأن أنت ما عملتش أبديت على كل الفترة دي، تمام؟ فهتاخد كده الكلام ده كوبي، بس الأول هتشيل علامة الـ currency منها بليس أول، وهتاخد كده يا باشا الكلام ده كنترول سي يا ريس، وهتروح تحطه هنا، نزل الشارت بتاعتك تحت، تمام؟ وهتجيب هنا earned value و come earned value، تدخلهم معاك هنا، حلو الكلام. دلوقتي عايزين بقى نظهر الكلام ده كمان، هنظهره ازاي؟ تروح تعلم عليهم كلهم كده باختصار شديد جدا، ماشي؟ وهتقول له سوري، هتقف هنا على الكيرف ده وهتقول له change chart type او select data الاول، ماشي؟ تقول له select data، هتختار الداتا بتاعتك من هنا، هتعلم على الجدول كله كده يا ريس، ماشي؟ يكون ظهر معاك كل الفيلدز بتاعتك. لا انا كده غلط، هنا كده ماشي، كده كل الفيلدز بتاعتك ظهر معاك تمام، هتقول له اوكي، هتلاقي هنا الدنيا ضربت منك كده. هتظبطها ازاي؟ هتروح على تقف على الشارت تاني وهتقول له تشينج شارت تايب، وتظبط بقى الاكسس بتاعتك. يعني هنا مثلا عندك الايرنت فاليو دي، الايرنت فاليو لكل شهر انترفال، مش هينفع نحطها على اللاين، مش هنستخدم لها سكندري اكسس كمان، هتشيل دي كده وهتقول له هات يا باشا الكلاسترد كولوم، فين ده ستاك؟ لا عايزين كلاسترد، ماشي؟ هتلاقيها ظهرت معاك هنا تماشي. الـ earned value الـ come بقى ده line وعلى الـ secondary axis زيه زي الـ S curve الـ planned، وهتقول له اوكي ماشي، هتلاقي هنا الدنيا ظبطت معاك. حلو الكلام. طيب روح كده بقى اختار الـ line ده وغير لونه مثلا، تقول له من فورمات من هنا مثلا الـ shape outline او الـ shape fill، قول له اللون ده، لا مش هنا برضو،
شيب اوت لاين، ايوه من هنا تغير لونه كده ماشي، وتشيل الداتا ليبل من عليه. حلو الكلام، يبقى كده عندك ده كده البلاند والارنت لكل شهر لحد اخر تاريخ عندي. انا اصلا لو لاحظت هتلاقي الارنت فاليو بسيطه جدا، 1 يناير 1 ديسمبر، هنا مقاربه للبلاند وكذلك، وده المخطط البلاند وده المخطط الارنت عندك. تمام، اتمنى نكون استفدنا من المحاضره البلاند والارنت فاليو، نكون عرفنا ازاي بنعمل ابديت تمام، وازاي نقيس البروجريس والفارينسز عندنا. شكرا، بكده يعني خلاص نكون almost خلصنا محاضرة أو خلصنا كورس البلانينج البيجنر ليفل. لو خدت بالك هنا هتلاقي الكيرف الإيرند تحت الكيرف البلاند تمام، وده برضو مؤشر عندك إن أنت متأخر، وهنا كذلك ده مؤشر عندك إن أنت متأخر للكولومز تمام. كذلك عندك هنا التايم برضو انت مؤشر عندك ان انت متأخر، الفاريانس تمام، يعني كل دي انديكيشنز او كي بي ايز تعرف منها حالة المشروع عندك. تمام، اتمنى نكون استفدنا من المحاضرة، شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.